يعني مهما يفعل للراحلين أنا أعتقد هو استدراك متأخر. واحد بحجم أبي وصديقي ومعلمي عبد اللطيف لم ما زال مظلوما ولم يأخذ حقه مثله مثل وصف الخطيب خاطب الخالد حسين البرغوثي راشد حسين أسماء كبرى. أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية ما زالت يعني لم تقوم بما ينبغي أن تقوم به تجاه هؤلاء. وأنا أظن أنه دائما نقول أنه رحيل هذه القامات ورحيل مجازي وينبغي أن يعزز حضورهم عبر المناهج والمساقات والإعلام عبر آليات متعددة. ونبقى نحب عبد اللطيف هذا الرجل لأهم ميزة ربما فيه أنه أول ما تقابله بفكك برج قناعاتك بزنزل الأرض تحتك. وهو رجل الأسئلة أكثر ما يقدم لك إجابات ويدعوك دائما أن تجترح إجاباتك. عبد اللطيف يكاد يكون الشاعر الأكثر الذي بشر بانتفاضة الحجارة من الأطفال يطاردون الجراد لمسرحياته. وأعتقد بأنه هناك مفاتيح للنقاط ينبغي الالتفات إليها من قبل دارسي الشعر. واحد من هذه المفاتيح بأنه عبد اللطيف هو وليد إبراهيم دقان فيما يتعلق بالسخرية. مثلما هو شاعر الرعوية الفلسطينية والريف الفلسطيني. وعبد اللطيف صاحب حمولة معرفية غير مسبوقة. أنا لم قابل مثقفا لديه الحمول التي كان يتمتع بها هذا الرجل. هو معرّي الشعر الفلسطيني فيلسوف الشعر الفلسطيني وربما هو أيضا مؤسس المسرح الشعري الفلسطيني بعد النكبة بموازاة مسرح عين بسيسو. وهناك جانب مسكوت عنه في حياة عبد اللطيف على المستوى النضالي وعلى مستوى الدفاع عن العقيدة والتراث. ولضيق الوقت أنا أعطي هذه الإشارات السريعة لأنني لو بدي أوقف عند كل واحد منها أحتاج إلى ساعات. واحد من الجوانب غير المعروفة عن أبو الطيب أنه كان ينقل سلاح مثلا للفدائيين الفلسطينيين في سيارة الركعة الجنجرية وفي سيارة الاسكولا. على كل أتجرأ وأقرأ أمام روحه هذه المقاطع. ونمت على دمعة لا تجف وأمك في حضن شيخ غليظ. لقد قضم القارح الناقم الرأس. كنت رضيعا ولم تر رأس أبيك المنخل بالدم. بعد ليال بقيت مع أختك في البيت وحدكما تبكيان وكانت بقربكما تينة تحلب الشهد حتى تناما. وقالوا رأينا الغصون تغطيكما في الليالي. وقالوا سمعنا الحواكير تبكي وترشح حتى تعود وما كان كان. إلى أن حملت على جاعد الرأس هذا الزمان نظرت لمرآتك الرمل وما كان يومك. سلكت طريق اليتيم وكنت حريرا. تجاوبت مع شهوة المدن الصاخبات. جمعت دواوين شعر قديم قرأت محوت وقمت وقد
ذبل الخيط إلا قليلا. تعممت ثم تقلدت سن الأليف، قرأت على الميتين التمائم ثم بكيت مع النحل، زاوجت بين المراكب والبدو ثم أطلت الوقوف على الماء حتى تبلل موج البقاء. تقول نجوت؟ نعم قد نجوت، وفي يقظة الموج يا صاح موته. كان لهذا الغزال السماوي أن يشعل النار في العرس أو يسحب الفم اللبني من الصدر أو يوقف الموج أن يدهم الرمل. لا يأخذ العشب في مشطه للندى، كان له رقصه في المدى والبراري تناديه، لكنه دون تاج الطبيعة منكسر في الصدى وما عاد بره. متى سوف نلقاك أو متى سوف تلقاك في برها المخملي وتدخل فيها إلى غبش الماء، تمتص زهر الشتاء ودراق سرتها، أو تموت قليلا على بردة النبع ثم تقوم إلى غامض في الغلالة، تنسل مثل الأفاعي وتذهب في غفوة لا تعود. هناك تكونان فوق الحياة وبعد الممات، جنونا صقيلا يشع ويفهق من هلع العري سر. تمسد برج النتوءات بالكف والفم، تسحق واد الندى بالغصون فتمرع، تنتحب الأرض، يهبط سقف البلاد ويرتج قلب المحيط، ويهتاج يزبد يرخي جناحيه، تضربه الصاعقات وتعتم، تخرج عن صمتها الكائنات وتلتف إحدى الذراعين تحت الجحيم لتطبق مثل الرحى فوق غيم الحليب، تروح إلى حيث لا يعرف الأمر أمر، وتعصر رمانها فوق ظهر الحصان وتشربه رانخا بالصهيل. ذوبت فيها كثيرا من البرد والخوف وقد أنهكتك، فنمت قليلا وعادت برمانها مسدته بأوراقها اليانعات وحكته بالنجمتين، فعاد ليفترع العاج يوصلها للسراج البعيد، وغاب وظلت على شرشف الخيل آثار رمانة ذبحت نفسها وما كان ذنبه. شبيهان نحن، تجرأت حتى بلغت المشيب، وها أنا ذا الآن فوق السنين وأكثر، فلا ترحل الآن، فالبيت بيتك والبيت بيتك والبيت بيتك. كنت أتشرف بصحبة عبد اللطيف ونذرع المدن، وكان دائما يحب أن يشتري خبز ويأكل مع الفاكهة، مع الموز، مع العنب، مع الرطب، حافة كذا، مع التين اللي كان مورم فيه. فمرة كنا في حيفا واشترى رطب وعنب وبدأ يأكل على حجر فوق الكرمل، وكنت أرقبه، فكتبت هذه المقطوعة السريعة اللي أنا بحبها لأنها حميمي لحظة حميمي مع عبد اللطيف. عبد اللطيف بحيفا يشتري بلحا ويصطفي ما يشاء من طيب العنب، فقلت يا صاح
هل هذا لتعصره خمرا وتسكبه في جوفك التعب، أم سوف تفرده حبا وتأكله مع ما ستأكل من تين ومن رطب، أم سوف تجعله قرطا لفاتنة غيداء عجية النهدين والركب، أم سوف تنشره فوق السطوح لكي يخالئ المرء مثل الفستق الحلبي، أم سوف تهديه للأصحاب تذكرة من بعد أن ألحق الأصحاب في الطلب، أم أنت تبتاع من حيفا لتقنعني نصف الزبيب يساوي جوهر العربي، لأنت في لحية كالثلج ناصعة إذا تكلمت يجري الماء في السحب، أنت الحصان فلا تنفك منفعلا، وإن تبسمت يبدو البحر عن كثبي، تهوى الجبال فكم جاوزت من قمم، وتعشق النار كم أطفأت من شبوبي، إني أحبك حبا لست أعرفه، كأنما بيننا خيط من الذهب، إذا تحرك في جنبيك فاصلة تحركت في ضميري عقرب الكتب، وقبل أن يتبدى الشعر ماجنة في صدرها يتلظى الجنس كاللهب، أكاد أشعر بالبحر القصير على علاته في ضميري دون ما سببي، الأرض تجمعنا والشعر يسخر ما روحين في جسد من غير ما نسبي، لتهنأ الأرض هذا موطن عجب وليس في وطن الآلام من عجبي، ولتخلد الأرض إن ظلت كعادتها تنمو من الشعر ما تنمو من العشب، وتخرج الصيد من أرحام نسوتها كسكر طالع من ثروة القصب، يا صاحب الشيخ فلنسعد بمجلسنا والشعر وحي براكين لخير نبي، وسوف تبقى لنا حيفا وكرملها كما ستبقى على مد الزمان أبي.